عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا، والنهارده انا فرحان جدا، اخيرا حلم حياتي اتحقق ان انا اسافر المكان اللي كنت بحلم بيه من زمان، المكان اللي بيحلم بيه اصلا اي كونتنت كرييتور يعني، او اي حد بيعمل اي محتوى فيديوز اونلاين ان هو يزور مكان زي ده. اخيرا يا جماعه احنا في هوليوود لمده اسبوع، خدت فرصه اخيرا لاول مره في حياتي ان انا اصور فيديو من جوه هوليوود دلوقتي، وهنقعد هنا لمده اسبوع هنصور الفيديو ده وهنصور كمان فيلم مع كرو كبير. بس اقول لكم على القصه وازاي ده حصل بعد البيرول الجميل ده. من هوليوود، احنا في هوليوود يا جماعه. الجراج ده كله بتاعي، اختار منه العربيات اللي انا عايزها. يعني مثلا لو انا محتاجه اركب العربيه دي اصلا كاليفورنيا، ممكن برضو ناخد العربيه دي. ايه رايكم في دي؟ رايكم في العربيه التانيه دي؟ لينكولن اهي، قديمه شويه بس هتنفعنا برضو، لينك وهتنفع للفيلم بتاعنا برضه. المهم يعني الجراج ده كله زي ما انتم شايفين ان انا ممكن اخد منه اللي انا عايزه، ممكن اي عربيه تعجبني في دول، هم قالوا لي براحتك اتعامل. يعني العربيه المهكعه دي بقى مش بتاعتي طبعا، اكيد مش تبع العربيات دي للتصوير، بس ما علينا. المهم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا دي النيل. المهم ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشيني جدا والله. الفيديو الاخير ما شاء الله بجد تجاوبكم كان جميل جدا وتعليقاتكم، بجد مش عارف اقول لكم ايه. هنا زي ما انتم شايفين هو مطعم قديم شويه بس بيعمل برجر وكده، فاحنا جايين مثلا ممكن ناكل البرجر بتاعنا من هنا ونكمل الكلام. انا شايف ان كفايه فشل لحد دلوقتي. لحد كده انا لسه في جوانجو، ما رحتش في اي حته علشان بس ايه الموضوع ما يوسعش مني. المهم المكان هنا انتهى الروعه، مكان اسمه بينك ستار، جميل جدا، متشكر جدا جدا للريكومنديشن الجميله دي او الاقتراح الجميل ده من هاجر. هاجر كلمتني على انستجرام، هي عايشه في جوانجو وقالت لي المكان ده تحفه وكل المودلز بيجوا هنا علشان ياخدوا صور ويعملوا افلام وفيديوهات وكلام من ده، فلابد ان انت تشوفه كده وتعمل فيديو من هناك. فبصراحه كان جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، مشروع اصلا عاملينه هنا. المشروع بشكل كامل هو محاكاه او مكان فيرتشوال، يعني بيحاكي مثلا مناطق من امريكا، كاليفورنيا ومش عارف نيويورك سيتي وحاجات من البراندات القديمه زي ما انتم شايفين، هاينز بره كده، هوري لكم لما نخرج، برضو مطاعم قديمه، ماكدونالدز اول ما فتح والكلام ده كله. فالمهم هناخد لفه في المكان بما اننا في المكان الجميل ده. حتى الفيديو جيمز هنا، تيجي هنا ممكن تلعب، هو مفيش اصلا كل ده بس يعني ايه فيرتشوال. المهم النهارده احنا هنتكلم في موضوع مهم وريليتد للمكان اللي احنا فيه ده. احنا زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات وناس كتير علقت وحابين يعرفوا اكتر عن الايجابيات والسلبيات، بما اننا اتكلمنا 40 دقيقه وده ما كفاش لكل الناس، ناس اتكلمت عن اللايف كواليتي هنا عامله ازاي والكلام ده، فانا شايف ان الفيديو ده هيكون كويس جدا ان احنا نتكلم عن ايجابيات وسلبيات العمل في الصين. سوق مجنون زي ده، في افكار هبل شبه الافكار اللي احنا فيها دي. النهارده هتكلم عن ان شاء الله مميزات كتير لشغل في سوق زي ده، وبرده بعض العيوب اللي ممكن يكون منها عيب، قد يعتبر ان هو عيب تقيل شويه ممكن يخليك تفكر كذا مره لما تيجي تشتغل هنا. مش انك تتراجع عن الموضوع ولا اقصد كده ابدا، بس اللي انا هنتكلم عن الحوار ده، بس اللي انا اقصده هيبقى ان شاء الله بعدين في فكره الاستقرار على اساس الشغل هنا، ومن وجهه نظري ايه نصيحتي اللي ممكن فعلا تخليكم تستقروا وانتوا شغالين هنا باريحيه باذن الله، بعيد عن اي مشاكل باذن الله ممكن تحصل لكم. حد حابب ان هو ياخد بعض الافكار من السوق ده ويبدا يمبلمنت او ان هو ينفذها في اسواق ثانيه عربيه زي مثلا، الفكره دي لذيذه جدا ومجنونه جدا، وممكن تتعامل بافكار ثانيه وحاجات وحوارات ثانيه كتير. اول حاجه حابب اتكلم عنها في الموضوع هي بيئه العمل الصينيه. بيئه العمل الصينيه يمكن من افضل بيئات العمل، حتى خصوصا من اجابات اجانب كتير. يعني في مره من المرات كانت واحده كوريه بتشتغل معانا في الشركه مثلا من سنتين كده، كان مثلا وظائف كوريا الجنوبيه من اكتر وظائف في اسيا كانت بتدفع، او اكتر وظائف في اسيا
اعلى رواتب يعني. قالت لي ان سوق العمل في دوله زي كوريا معامله الاجانب مش كويسه، وكمان معامله بالنسبه للمديرين او بالنسبه للاعلى منك في البوزيشن يعني بتقدم لهم بعض التنازلات وانت شغال. من ضمن الحاجات اللي واحد نمساوي كان شغال في كوريا قبل ما يجي الصين، وكان عنده يعني ايه، كان عنده ستيريو تايب كده او صوره نمطيه عن الشغل في اسيا عموما، اللي هو كان اول ما جه كان على طول بيسالني اعمل ايه وما اعملش ايه وايه الصح وايه الغلط، لان انا خايف اللي هو الناس دي بتتعامل ازاي. عادي جدا، الدنيا هنا مفتوحه خالص، انت بما انك اجنبي هنا انت مفيش ليميتيشنز كتير عليك، خصوصا في الكرياتيفيتي، في انك تقول رايك بشكل كبير وغالبا هيتاخد بيه. وكمان المناطق الشغل بتاعتك او البوزيشن بتاعك مش ليميتد، يعني حتى لو انت شغال في بوزيشن مثلا معروف الاستراكشر بتاعه او معروف البوردرز بتاعته الحدود بتاعته، فبرضه في نفس الوقت انت مش مقيد بيه، يعني انت ممكن برضه تعرف عن بوزيشنز تانية، ممكن تاخد يبقى في وقت للتريننجز، ممكن تعمل ميتنجز في اي وقت مع مثلا مع التيم بتاعك او مع حد من التيم او حد من التيمات التانية، بحيث ان انت تتعرف على مثلا البيزنس موديل ككل او بيئة العمل ككل. عارف انا ايه الحك اللي انا عمال اعمله ده؟ المهم هنا هيكون مفتوح لك المساحه بشكل كبير جدا ان انت تتعلم من سوق كبير زي ده، حتى لو انت الكواليفيكيشنز بتاعتك مش كبيره او الخبره بتاعتك زي ما احنا قلنا قبل كده ان كل المطلوب منك هو خبره سنتين، وده للحكومه اصلا اكتر من الشغل. ولو اتقبلت في الوظيفه هما مش بيهتموا ابدا بعد كده، بمجرد ما بيقبلوك بمجرد ما خلاص عملت الانترفيو وعديت منه هما خلاص ما بيهتموش خالص كواليفيكيشنز ولا اي حاجه، وبيركز بقى انت ممكن تقدم له ايه، وبيبقى مثلا السنتين دي هي اللي بتتقدم للحكومه. ففي سوق زي ده وانت بسنتين بس ممكن تشتغل، فمتخيل ان انت كميه الخبرات اللي انت ممكن تاخدها بخبره سنتين بس جايبها من بلدك وانت جاي او جايبها من اي بلد. فمع الانفتاحيه شويه في انك تروح لبوزيشنز تانية وتعرف اماكن تانية وتتكلم مع تيمات وتتكلم مع مديرين وكلام من ده، فالموضوع بيكون بالنسبه لك سهل ان انت تتعلم اسرع في سوق زي ده. النظام بتاع اليوم برضو بيكون كويس، يعني بتشتغل 9 ساعات تقريبا، من 9 لحد 6 او من 10 لحد 7 او 10 ل 6 برضو، في كده وفي كده. وبيبقى في ساعه ونص بريك من الساعة 12 لحد الساعة 1:30، ده بيكون بريك الغداء، بتاخد الغداء بتاعك فيه وممكن بتاخد ناب صغيرة. ده اصلا ده هنا بيتعمل بمجرد ما بياكلوا وتلاقيهم بيناموا مكانهم او بيخرجوا يعني، وده عدد قليل جدا من الصينيين. كمان في بعض الشركات اللي هي خصوصا الشركات الخاصة مثلا بالماركتينج والميديا والكلام ده، بدأوا يعني يفهموا مؤخرا ان لازم يبقى فيه كرياتيفيتي سبيس، اللي هو مكان ان انت تزود فيه الكرياتيفيتي بتاعتك او الانوفيشن الابداع بتاعك. فبقى في عاملين لك سبيسز كده ان انت تاخد منها انسبيريشن، ان انت ممكن تريح شويه، ان انت ممكن تاخد برضو كوفي بريك حتى بعد بريك الغداء، طبعا ده بيكون على حسابك يعني عشان ما تحلمش باكتر من كده. في الاوقات اللي زي دي ممكن تاخد بريك بحيث ان انت تشتغل بفلكسبيليتي عاليه، ان هو برضو بيتحلك برضو المساحه ان انت ممكن تسيب المكتب بتاعك او المكان اللي حددوا لك ان انت تشتغل بيه، فانت ما بتبقاش ليميتد بيه، اللي هو انت لازم تقعد هنا باللابتوب بتاعك والمونيتور مش عارف ايه علشان تعمل الشغل ده، مش شرط. فانت ممكن تاخد اللابتوب وتروح تقعد مثلا في سبيسز تانية او في اماكن افضل تكون مرتاح فيها اكتر، بتكون مثلا مريحة، شازلونج، مش شازلونج يعني احنا مش قاعدين على البلاجي، بس يعني حاجات بتكون كراسي وقاعد بتكون اريح كتير، بحيث ان انت ايه تاخد فرصة ان انت ترتاح او ان انت تفكر بشكل احسن او انت تطلع فكرة معينة، او انت ممكن برضو تاخد التيم بتاعك وتعمل ميتنج مثلا تناقشوا فكرة من الافكار، تعملوا برين ستورمينج لفكرة جديدة لاعلان هتعملوه لكامبين هتدخلين عليه. الكلام ده كله مفيش فيه ليميتيشن بالنسبة لبيئة العمل. وزي ما قلت لكم بما ان صوتك مسموع او ان هم عندهم هيوميليتي شويه، فان هو بيدي لك مساحه ان انت تتكلم او بيدي لك مساحه ان انت تعبر عن راي من الاراء. وهنا ممكن نوصل بقى لبدايه السلبيات. اول حاجه هتقابلها من السلبيات مثلا في شغل في شركه صينيه بعد فتره من الشغل معاهم، التصادم مع العقليه الصينيه. بص، مهما قعدت هنا ومهما قلت ان انت فاهمهم او هم فاهمينك، ده مش هيحصل، ودايما هم بيفكروا في اتجاه وانت بتفكر في اتجاه تاني خالص، او الاجانب عموما. بس طبعا مش كلنا شبه بعض يعني، هم عندهم برضو احنا كلهم اجانب، اللي هو مثلا مصر زي اسبانيا زي المانيا اي حاجه، وده اجانب اللي هم بيفكروا بطريقه او باتجاه. بس ايا كان هو بيديك فرصتك جدا ان انت تتكلم وان انت تطلع رايك وتعبر عن رايك بشكل كبير جدا، ده ما فيش فيه اي مشكله. لكن المشكله هو بياخد بالراي ده ولا لا، ويبقى في تصادم في بعض الاوقات بشكل كبير في الميتنجز. يعني لو في مثلا اجتماع دايما بيبقى فيه يعني ممكن
تشوف ان ارائهم تكون متخلفه جدا ويكون متمسك بيه جدا. والعيب الكبير قوي في الصينيين ان هم مازال، ويمكن انت تشوف ان ده عيب وتشوفه وهم شايفين ان هو ميزه، يعني اللي هو هم ما عندهمش مشكله يقول ان انا بقلد حد، يعني بيعمل بيأميتيت مثلا فكره شافها على السوشيال ميديا. مثلا دي حاجات بتحصل معانا شخصيا، مثلا في ويب سايت اسمه بيج سباي، ده بيجيب لك اكتر الكامبينز اللي نجحت على السوشيال ميديا، مثلا على فيسبوك، على انستغرام، على يوتيوب، على مش عارف ايه. ففي عندهم ستيريوتايب غريبه جدا في دماغهم، عندهم صوره نمطيه بيشتغلوا بنمطيه كبيره جدا. وده قد يكون يعني برضو بعد فتره هنا انا شايف ان ده برضو مش اكستريملي باد يعني، او ده اسوأ حاجه ممكن تشوفها. لا انا شايف ان ده برضو نجح معاهم بشكل كبير، اللي هو شايف ان هو مازال بيتعلم ومازال في يعني حاجات تانية هو شايف ان هي احسن منه، لذلك هو بياخدها. بس المشكله في التقليد بيكون تقليد اعمى، يعني اعمى بشكل يضايق لدرجه ان انت بتحس ان انت بتعملش حاجه، ان هو تعالى اعمل لي ده، اللي هو لدرجه ان انا في مره، يعني دي في مره من المرات، وده كان من الحاجات اللي يعني يمكن ده من اغبى المواقف اللي حصلت، ان هو جه قال لي شفنا كامبين على فيسبوك لسيجمنت مختلفه جدا، براند انا معرفش دول اصلا شغالين بقالهم قد ايه، صرفوا كام على الكامبين ده، في معلومات كتير وبيانات كتير انت مفروض تحللها علشان تقلد، اذا كنت هتقلد يعني، ده اذا كنت علشان تعرف ان اصلا الكامبين دي اصلا سكسسفول. فهو على اساس ان هي وصلت لعدد كبير من الناس، وقال لك بس دول مكسرين الدنيا، احنا عايزين نعمل كامبين شبه ده بالظبط، عايزين نعمل قصدي اعلان شبه ده بالظبط، هنعمل له فيسبوك ادز ومش عارف ايه وهتمشي. واليوم ده اتذكر ان هو قال لي ايه، لدرجه ان الالوان اللي موجوده في الفيديو ده قال لي اعملها، يعني بص الفريم اللي تحت ده معمول بلازر اعمله بلازر، اللي مش عارف السعر بالاحمر اعمله بالاحمر. انت يا عم انت متخيل ان الديتيلز دي هي اللي وصلت الاعلان انه ينجح؟ فانت بتحس ان انت في بعض الاوقات اللي هو انت خلاص انا هقوم اضربه وطز في الشغل وما عادش شغال انا الشغلانه دي. ففي بعض الاوقات هتتصادم مع الادمغه. لكن هل هو بيسمع او ما بيسمعش؟ لا بيسمع، خصوصا لو انت هتقدم له حلول، اللي هو ان انا شايف ان ده غلط ومش عارف ايه. بس ساعة لما الدنيا بتعك، يعني لو بدأت الدنيا مثلا الأهداف اللي انتوا بتحددوها ما بتوصلوا لهاش في نهاية الشهر، فيبدأ بقى ايه، يبدأ يبقى فيه تصادم بشكل كبير، اللي هو لا انا صح وانا شايف كده صح واعمل ده وسوي ده، وانت تيجي تقول له لا هو ده الصح ومش عارف ايه، فيبقى فيه تصادم خصوصا لما الوقت يعك. لكن لو في الأوقات العادية ولما الدنيا ستيبل وزي الفل بتمشي عادي وبتتسمع وما بتعملش غير اللي انت بتقوله. فده برضو ده سلاح ذو حدين، زي ما بقول لكم في سلبيه اللي هي مثلا التصادم مع ستيريوتايب كبيره جدا او دماغ نمطيه بشكل كبير جدا. برضو كان في من ضمن الحاجات الشركات كبيره شاومي وهواوي في لحد فتره قريبه جدا كانوا دايما لما بيجوا يتكلموا على ابل بيقولوا ان دي الاستاذ بتاعنا، دي المعلمه بتاعتنا، دي الشركه اللي علمتنا لحد فتره قريبه جدا. ودي حاجه كويسه جدا فيهم، انا مش بقول ان ده عيب مثلا او كده، لكن المشكله العيب الوحيد هو الصوره النمطيه من التفكير اللي عندهم. بس خلينا نتكلم عن نقطه ثانيه من الحاجات اللي انا عايز اتكلم عنها برضو، هي الضرايب والتامينات. ودي طبعا من الحاجات اللي انا اعتقد ان انتوا هتكونوا مهتمين بالموضوع ده جدا. المهم تطلبوا ايه الاول؟ انتوا جعانين؟ في هنا برجر، في لا بس احنا قفلنا دلوقتي. المهم المكان في منتهى الروعه بصراحه، لو حد عايز يجي هنا اسمها ايه، انا نسيت اصلا المحطه هنا ان شاء الله على الشباك ده، اللي هي المكان اللي انا عايش فيه اصلا بعيد عني تقريبا بتاع 4-5 محطات، وعمري في حياتي ما شفتها ولا سمعت عنها حتى يعني. فبصراحه كان اقتراح في منتهى الجمال، ومكان هادي ورايق وبتاع، ونعرف نقول الكلمتين فيه بدل الدوشه بتاعه المره اللي فاتت. بالنسبة للضرايب، الضرايب بدأت تقل بشكل كبير جدا، خصوصا من أول سنة 2019. كانت الضرايب مثلا من بداية الثورة الصينية كانت بتمثل جزء أساسي من الميزانية الصينية، لحد فترة قريبة شافوا أن علشان السوق يتطور بشكل كبير والسوق يتوسع ويكون فيه دفعة أكبر للشركات أن هي تفتح، ودفعة أكبر للناس أن هم يبدأوا بيزنسز وأن هم مثلا يجيبوا عمال ويشتغلوا والكلام ده، فخفضوا الضرايب بشكل كبير جدا، لدرجة أن
ننزله في 2019 في 8 شهور بس 1.5 تريليون يوان في 8 شهور بس. فوانت بتشتغل هنا مش هتحس ان انت تدفع ضرائب كتير في مقابل المبالغ المعقوله او السالاريز المعقوله اللي بتدفع هنا اللي بتبتدي بمتوسط من 14000 ل 40000. بتحس ان الدنيا برضو رخيصه هنا، مش بتحس بان الدنيا غاليه ولا حاجه. مصاريف الفرد الشهريه هنا ممكن تتراوح بين 3000 ل 5000 على حسب انت يعني بتبزخ قد ايه وعندك. 3000 ده يعني ليميت معقول او بدايه المعقول يعني. 5000 ده ليفل مرتاح بشكل كبير جدا لفرد، يعني انا اقصد لفرد واحد. فمتخيل انت بتصرف مثلا 5000 بشكل في بزخ كبير مثلا، وانت بتقبض مثلا بدايه من 14000 لحد 40000، فده مبلغ معقول بشكل كبير. والتامينات بيكون في تامين اجتماعي لاي عامل. انا اللي انا اعرفه ان التامين الاجتماعي بالنسبه للموظف الصيني بيكون تقريبا في حدود 600 يوان، لكن بالنسبه لينا مش فاكر، مش عارف بيبقى كام الصراحه، بس تقريبا بيكون برضو في الحدود دي. وده مش بيدي لك برضو يعني مبلغ كبير، لكنه بيشيل لك بعض المصاريف لو انت بتروح مثلا لا قدر الله مثلا عايز تروح مستشفى او عايز تروح اي كلام من ده. خصوصا الفتره اللي فاتت دي لما رحت مستشفى مرتين تقريبا او ثلاثه، كان الدواء اللي انا اشتريته بترجعه للشركه فبيدولك جزء منه، فيعني بيغطي برضو جزء كبير من التامين بتاعك نوعا ما، بيغطي برضو جزء من مصاريف الصحيه بتاعتك. خصوصا يعني الحمد لله لو مفيش مشاكل صحيه جامده، ولو في مشاكل صحيه جامده بقى يعني انصحك ان انت تعمل تامين صحي بقى. مش عارف بيبقى سعره كام بصراحه، انا ممكن لو عرفته برضو هبقى اكتبه لكم هنا. يعني مثلا من يومين كده كنت بتفرج على فيديو عن الضرايب في السويد. الضرايب في السويد تقريبا 33% من دخل الفرد، مشهورة بأنها الأغنى في العالم أو اللي هي يعني بتاعة الأحلام واللي فيها ودولة غنية جدا والكلام ده كله. لكن الحقيقة أن 33% ده مبلغ كبير جدا، ده جزء كبير جدا من دخل الفرد. وبيقول لك أن في المقابل أن أنت بتاخد كل حاجة ببلاش، التعليم ببلاش، الصحة ببلاش، المرافق والكلام ده ببلاش. فانا عايز اقول لك ان الصين برضو اغلب المرافق او اغلب الاماكن اللي انت بتدخلها ما بتدفعش فيها فلوس. طبعا التعليم مش ببلاش، وطبعا الصحه مش ببلاش. وفي كمان كان في اصلا من سنتين كده ولحد دلوقتي في شكوى ما زالت موجوده بالنسبه للقطاع الصحي بالتحديد يعني، او الادويه، ان الادويه في الصين غاليه والكلام ده كله. الحمد لله يا ربنا يبعد عننا وعنكم اي امراض يعني، ويبعدكم عن الفكره دي اصلا. بس يعني ما زالت رغم ان الناس ما بتدفعش ضرائب كتير بالمقارنه بدول كتير اوروبيه اللي بيقولوا عليها غنيه جدا، الا انك بتاخد في المقابل حاجات كتير جدا ببلاش. حتى وانت اجنبي ما معكش مثلا جنسيه ولا الدوله مسؤوله عنك بشكل كبير، فانت اصلا انت مقيم، بس انت مقيم عندهم ولكن ما عندكش حقوق المواطنه مثلا. فانا شايف ان دي نقطه كويسه جدا برضه. المهم انا النهارده انا ورايا ماتش غسيل هنا، ان شاء الله نحط الهدمتين بتوعنا علشان يتغسلوا ونقفل، على ما يتخلص نكون خلصنا الفيديو ده. اكيد بهزر يعني. الحاجات دي كلها ارتفيشال. الحاجات المهمه هنا برضو هو التيم بيلدينج او ثقافه التيم بيلدينج اللي عند الصينيين. من الثقافه الصينيه زي ما قلت لكم قبل كده ان هم يعني نوعا ما شبهنا في حته الكرم، بيكرموك وعايزين يضيفوك، وان انت تبقى يكلمك عن ثقافته ويعرفك عنه وعن اهله وعن المجتمع بتاعه والكلام ده. وده اللي بيسمح لهم ان هم بيدعوك دايما لعشاء مثلا معاهم او يدعوك لبيوتهم او الكلام ده كله. وده حتى لو بتقابله لاول مره يعني. انا في فيديوهات حتى صورناها قبل كده، القرية اللي احنا كنا زرناها دي الناس كانت بتنده لنا من الشبابيك، تعالوا اقعدوا معانا، تعالوا اشربوا معانا شاي، الكلام ده كله. خصوصا طبعا لو انت بتعرف تتكلم اللغة. كان يومها كان صاحبي كان بيتكلم صيني كويس، فكان فاهم هما بيقولوا ايه. انا غالبا ما بفهمش هما بيقولوا ايه. هما بشكل كبير الكرم ده برضو في ريفليكشن كبير على الشغل، على الورك انفايرمنت. فبعد الشغل غالبا التيم بيلدينج، جزء كبير من التيم بيلدينج ان انتوا هتخرجوا مع بعض، وان انتوا مثلا هتتعشوا مع بعض والكلام ده. وده هيفتح لك بشكل كبير جدا مساحة اكبر لانك تعمل علاقات او شبكه كبيره من العلاقات جوه الشركه وبره الشركه، علاقات بقى مع مناطق تانية او مع افكار وناس تانية مثلا من فيلدز تانية او من مجالات تانية. يعني واحد مثلا ديزاينر مش عارف عايز يتعلم حاجه، عايز بتاع، طبعا ما فيش وقت في الشغل انك تتعلم حاجات زي دي. يعني مثلا الديزاينر ما تتخيلش ان هو مثلا يشرح لك فوتوشوب وانت قاعد، لكن هي بشكل كبير ان انت ممكن بعد كده او في وقت فراغك ان انت ممكن تتعلم منه حاجه، تقول له حاجه، تفهم منه حاجه. وغير ان كده ان هو يفتح لك اصلا
شبكه كبيره من العلاقات بره كمان الشركه، او حتى لو انت بتشتغل في مجال زي سيلز او حاجه، هيفتح لك بشكل كبير مجموعه من العلاقات المهمه جدا مع زباين، يعني مع زباين ممكن يكونوا اصلا كويسين او من تارجت اودينس حلو، زي مثلا شركه الجولري اللي كنت شغال فيها، كانوا بيشتغلوا على ايليت ماركت او على لوكسري اب ماركت، فطبعا كان الشريحه من الزباين اصلا او النتورك بتاعتهم كانت في منتهى اللوكسري او في منتهى الجمال جدا. فانت بمجرد معرفة شبكة كبيرة او كويسة من العلاقات دي بتفتح لك مساحة اكبر من الفرص بعدين، وده مفيش ليميتيشن هنا كمان، باعتبار ان انت اجنبي ما عندهمش اصلا مشكلة ان هم حتى يقفلوا عليك الحتة دي، بالعكس ده هم منفتحين جدا وبيزقوك ان انت تتعرف اكتر على الناس وان انت تتكلم معاهم وتعمل علاقات، دي مفيش فيها اي مشكلة، وخصوصا لو انت اصلا ده شغلك مثلا زي بي ار او بابليك ريليشنز سيلز او كلام من ده، فطبعا ده هيكون جزء كبير وجزء مهم جدا من شغلك ان انت تعمل علاقات بحيث ان انت تعمل سيلز في الاخر. بالنسبه للشغل في الصين ففي دايما فرص لانك تضيف للدخل بتاعك، ان انت تزود فرص الدخل بتاعك، ففي هتلاقي في بار تايم جوبس كتير، هتلاقي في حاجات اديشنال اللي انت تعملها، في حين ان انت مثلا شغال اصلا فول تايم ممكن تعمل حاجات بار تايم، زي خصوصا لو في انت شغال في كونتنت كرييشن او كرياتيفيتي ستاف يعني، او حاجه خاصه بالمجال الابداعي يعني، ممكن تعمل مثلا حاجات زي فويس اوفر مثلا، حاجه ما بتاخدش وقت اصلا ولا الكلام ده كله، ممكن تعمل فويس اوفر لشركه من الشركات لو انت مثلا بلغتك مثلا، او في ناس بتحتاج ده، انت ممكن يبعت لك فيديو تعمل عليه فويس اوفر بلغتك مثلا، دي من الحاجات البسيطه جدا ما بتاخدش وقت كبير وممكن تاخد عليها فلوس، في حاجات كتير جدا ان انت تزود الدخل بتاعك برضه. حاجه من الحاجات المهمه جدا كاجنبي انك تعملها هو انك تكون واثق من نفسك جدا، خصوصا وانت بتتكلم معاهم، سواء في انترفيو او بعد ما توصل للشركه بشكل كبير تتكلم بثقه في وجودك في شركه صينيه، بمجرد ما تفقد ثقتك او بيحسوا بخوف من جواك وانت في ميتنج وانت في بتاع، او ان انت مثلا خجول، او ان انت انتروفيرت بشكل كبير، منطوي بشكل كبير، الصينيين بتالي مفيش اخف منهم، حتى لو انت اقل منه في الكواليفيكيشنز والكلام ده، فهو بيديك المساحه اصلا ان انت تشتغل باريحيه، ان انت ما هو شايفك ان انت كويس، شايف ان انت عندك افكار كويسه باعتبار ان انت اجنبي فبيسمع لك والكلام ده، خصوصا زي ما بقول لكم ان هم عندهم جزء كبير من الهيوميليتي او من التواضع وكده، فما عندهمش مشكله ان هم يدوك المساحه من ده في الشغل، فاذا شاف منك في اي لحظه ان انت مثلا خايف او ان انت عندك ما انتش واثق من نفسك او الكلام ده، فده بشكل كبير جدا بيبقى وحش بالنسبه لشركه صينيه، بيبداوا يعاملوك بشكل مختلف والكلام ده مش كويس. حاجه من الحاجات بقى المهمه هنا بقى الاوفر تايم، طول ما انت سيء زي ما بقول لك، طول ما انت واثق من نفسك او ما بتعملش او ما حسوش منك بخوف والكلام ده، فانت تقدر تطلب بحقوقك، اللي هو مثلا من الثقافه الصينيه في الشغل الحوار اللي قاعد عشان بتاع ده، من الثقافه الصينيه في الشغل ان هم دايما في اوفر تايم، يعني مثلا التايم تيبل ما هوش ستراكشرد قوي بالنسبه للصينيين، هو ستراكشرد وانت بتخلص مثلا الساعه 6 وبتروح وبتخلص مش عارف، خصوصا لو انت في السيلز او في مجال البيزنس عموما، بس السيلز بالتحديد، يعني مثلا لو في الشغلانه الاولانيه كان بيطلب مني في الاول اللي هو اوفر تايم كتير وعلى طول، وانت حر، انت كاجنبي انت حر لحد مثلا ما يبدا هو يحس ان انت ما انتش لان انت بينك وبينه كونتراكت، فاهمني، انت مش مضطر ان انت تشتغل زياده عن شغلك، وخصوصا ان الاوفر تايم سعره ما هوش بيتقدر زي ما انت متخيل برضه، يعني في بعض الشركات بتبدا تحسب الاوفر تايم ده بعد 3 ساعات من شغلك، تخيل انت بتقعد 3 ساعات زياده على ما يبدا يحسب لك مثلا، هو بيحسب لك نص يوم بعد 3 ساعات باين او حاجه زي كده، بس اذا اقل من 3 ساعات ما بيحسبلكش حاجه، متخيل، او على الاقل ده كان يعني على الاقل ده في شركتنا، ما علينا، المهم يعني حوار الاوفر تايم او حوار الوقت ده متوقف عليك انت، لو انت شديد معاهم في الحته دي اللي هو لا انا لا ما تكلمنيش بعد الشغل، او نفض لهم على الجروبس بتاعتهم بعد ما بتخلص شغل والكلام ده كله هينفضوا لك، لو لقوك بقى طري وبتاع هيركبوا هيدلدلوا رجليهم، ده يعني ده من تجربتي، يعني اللي هو يمكن ما تقابلوش اي حاجه من دي خالص، وممكن ما تلاقوش الكلام ده خالص، او ممكن تلاقوه، بس عموما هي دي في ثقافتهم ودي موجوده، اي واحد صيني اصلا هتلاقيه بيعمل اوفر تايم لوحده على طول
وممكن اغلبهم بيعملوه لانهم بيجوا متاخرين الصبح، وده طبعا ما بيبقى فيه ديدكشن طبعا حتى لو قعد اوفر تايم، بس هو يعني ايه بيبين لهم ان انا كويس يعني وحبوب مش وحش يعني وبتاع وقلب على الشغل. بالنسبه للحقوق والواجبات جوه الشغل بيبقى فيه طبعا انصحك من اول يوم بتطلب منهم بيبقى في اف كيو اي عن الشغل، او على يعني على الاقل بيكون في سيستم اونلاين بيبقى بتقرا عليه، غالبا بيكون صيني يعني، فاللي هو خده وترجمه، بس يفضل من الاول. على فكره الاهمال في الحاجات اللي زي دي بيبقى رخم بعدين، فاعرف حقوقك وواجباتك كويس جدا من السيستم اللي بيبقى عندهم ده، بحيث ان انت تبقى ايه تبقى من الاخر كده فاهم الدنيا ماشيه ازاي وعارف حقوقك وواجباتك عشان ما تعملش اي حاجه غلط. وفي نفس الوقت حقوقك بتكون غالبا محفوظه جوه الكونتراكت، الكونتراكت ما تمضيش على اي حاجه غير لما تترجمها بشكل كامل وبراحتك خالص وبتاع، خصوصا لو لا قدر الله حصل مشاكل بعدين او لو في مثلا ترمينيشن بعدين او حاجه، خصوصا في الوقت السنه اللي فاتت كان في ترمينيشن كتير وناس كتير اتسرحت من شغلها والكلام ده، الكلام ده ما بيحصلش اصلا في الصين يعني، من يوم ما جيت ما سمعتش عن اي حد اترفد من شغله او ساب شغله او ايا كان، الناس هنا حلوين ودايما يعني ايه طول ما الدنيا شغاله وتمام هم مصلحتهم شغاله ما بيشغلوش بالهم، بس في الاوقات الصعبه زي ما بقول لك طبعا ما فيش يما ارحميني، اللي هو فلوسه وشغله ده اهم من اي حاجه بالنسبه لي. وفي حاجه مهمه جدا، حتى لو العقد بتاعك ما بينصش على الفلوس او التعويض اللي انت هتاخده، الكومبنسيشن اللي انت هتاخده بعد ما تخلص شغلك، في الليبر رول زي ما قلت اللي هو ان بلس 1 اللي انا اتكلمت عنها في حوار فرص العمل قبل كده، ده بيحفظ لك حقك بانك لو هو طردك من الشغل او ان هو انهى العقد بتاعك قبل الميعاد المتفق عليه، يعني بيكون في حاجه في الليبر رولز يعني اسمها ان بلس 1، المده اللي انت اشتغلتها معناها شهر يعني مثلا سنه بشهر او سنتين بشهرين، سنه ونص بسنتين، برده سنه وسبع شهور بسنتين، زائد واحد يعني 3 شهور، يبقى 3 شهور مثلا كومبنسيشن او تعويض. الكلام ده بيحفظه لك الليبر لو، مش العقد اللي بينك وبينهم يعني، حتى لو البند ده مش مكتوب في العقد فبرده ده حق وتاخده، ولو اتكلمت فيها تاخده. وخد بالك ان ممكن في ناس كتير جدا شركات تلعب على عدم معرفتك، فبيقول لك معلش وتمشي بقى ومش عارف ايه، واحنا والله وهندي لك ايه مثلا 3 اسابيع زياده، وانت تبقى حاسس بقى ان لك كتر الف خيرهم، عطوني 3 اسابيع وكانوا كويسين ومش عارف ايه، والحقيقه ان انت اصلا المفروض تاخد 3 شهور، لان انت ايا كان انت اجنبي، انت مش متخيل انت سبت ايه ورا ظهرك علشان تيجي تشتغل في شركه زي دي. وبعدين كمان المشكله، وهنا دي بقى السلبيه الكبيره جدا بقى بالنسبه للشغل في الصين، اللي يعول على العمل في الصين او الشغل في الصين على الاستقرار، ده من اصعب الحاجات خصوصا في اوقات الازمات اللي زي دي. العمل في الصين ريسكي شويه بانك تحطه كبند اساسي للاستقرار على اساسه، يعني مثلا لو انت ما عندكش بيزنس خاص او ان انت ما بتديرش الشركه دي، فانت في اي وقت ممكن تطرد، ولا قدر الله ما لحقتش هو طبعا في فرص في مليون حاجه تعملها علشان ما تروحش، او في مليون حل بعد كده، بس علشان حياتك ما تتبهدلش قوي بيكون اوبشن الشغل كاستقرار في الصين مش الاوبشن الجامد جدا، ودي من السلبيات اللي انا شايفها للموضوع. هذه يمكن موجوده في اماكن كتير، بس على الاقل في اماكن كتير في فرص تانية ان انت ممكن تستقر بعد فترة معينة من غير ما تتجوز، ومن غير مثلا ما يبقى عندك شركة يبقى فيه فرص تانية، وان كان ماليش دعوة بالتانيين، لان انا برضو انا ما فهمش الدنيا ماشية ازاي في اي دولة تانية يعني، لكن لو انت بتعول على الشغل ان هو يكون المصدر الاساسي للاستقرار، فبعد فترة لابد ان انت تفكر في مشروع خاص بيك، لان ده هيكون يعني على الاقل هتكون انت بتديره، خرب انت اللي خربته، اشتغل. فده من الحاجات اللي انا برضو انصحكم بيها، ان انت دايما تفضل في حالة من الطوارئ او احساس بحالة من الطوارئ. دايما تحسس نفسك بانك في حاجة مش دايما، في مكان مش هيستمر، وعلشان تاخد منه اقصى استفادة، لو استمر كان بها، ما استمرش انت تكون خدت اكبر استفادة من تجربتك هنا او من الشغل اللي انت هتشتغله هنا، علشان بعد كده يكون معاك ارضية ثابتة ان انت ممكن تبتدي من خلالها ان انت تستقر، او ان انت تفتح لنفسك باب للاستقرار، بعيد عن انك تضطر ان انت مثلا تمشي في طريق انت مش حابه مثلا، او الكلام ده كله، او ان انت لابد ان انت تتجوز، او ان انت مش عارف ايه، فيبقى في معاك فلوس ان انت ممكن تفتح بيزنس. وخصوصا ان الموضوع ده انا عايز اتكلم اصلا عنه،
الفترة الأخيرة أنا بشكل كبير كنت يعني ببحث في الموضوع، ولفيت على شركات ومكاتب خدمية كتير جدا بتعمل الموضوع هنا، وفهمت بشكل كبير إن الموضوع خصوصا في 2021 الموضوع بقى أسهل بكتير جدا عن زمان، وبقى بسهولة إن أنت ممكن تفتح بيزنس وبمبلغ بسيط كمان، يعني أقل مبلغ وصلت له، وده يمكن بعد فترة طويلة جدا من البحث. وإن شاء الله هيكون فيديو مميز، يعني هيكون في فيديو كويس جدا وفي فاليو كبيرة جدا للناس، لأن المعلومات اللي زي دي مش من السهل ان انت تعرفها بمجرد ما تيجي الصين، هتقعد فتره كبيره وممكن لا قدر الله تقابل ناس ممكن تعمل لك البحر طحينه، وانا اقدر اعمل لك واقدر اسوي لك ومش عارف ايه، وتلاقي نفسك في النهايه بتقابل مشاكل كبيره جدا من ناس مش فاهم اصلا هي بتعمل ايه، وكل اللي هو عاوزه انه عايز ياخد الفلوس وخلاص، ومش مهم انت تقع في مشكله او ما تقعش، والمشاكل اللي زي دي بتبقى مشكله كبيره جدا الحقيقه يعني. المهم المبلغ الاقل مبلغ وصلت له بيكون في حدود تقريبا 25,000 او 35، يعني في رينج من 25,000 ل 35,000 يوان صيني ممكن تبتدي تاسس شركه، وعلى اساسها تاخد الزي فيزا بتاعتك او تاخد اقامه بتاعتك على اساس شغلك او شركه خاصه بيها. يفضل ان يكون في كونتريبيوشن في الماركت هنا او مساهمه في الماركت هنا بانك تهاير حد صيني، تجيب حد حتى لو مش هتهايره بشكل حقيقي، في كذا طريقه ان انت ممكن تعملها، ممكن تجيب واحد تدفع له السوشيال انشورنس بتاعه او التامين الاجتماعي بتاعه اللي انا قلت لكم اللي هو ب 600 يوان، وكمان ومش شرط يكون عندك مكتب موجود على الارض، بيبقى في حاجه اسمها برده فيرتشوال اوفيس، برده بيجيب لك المكاتب الخدميه دي بتعمله لك، او بيكون مؤجر او مستاجر باسمك محطوط عليه اسمك لكنك ما بتقعدش فيه، بيكون طبعا بفلوس مخفضه جدا من ضمن ال 35,000 اللي قلت لكم عليهم. متخيل ان انت بتدفع ايجار سنوي من ضمن ال 35,000 هو ايجار المكتب لمده سنه، فانت هتنسى كل المصاريف الثانيه دي، بس مش هينفع تقعد في المكتب زي ما قلت لك، وكمان هتضيف لل 35,000 دول تقريبا او 25 في اقل الحالات، يعني اللي هي مصاريف التاكسز او الضرايب، لان لو ما فيش كونتريبيوشن مش هيقدر يديك الفيزا دي، او مش هيبقى السجل بتاعك مش كويس بالنسبه لهم ان انت ما عملتش اصلا مساهمه كبيره في السوق هنا، فانا ليه ادي لك اقامه تاني. فيعني ان شاء الله يكون في فكره كويسه جدا بالنسبه لك علشان تبتدي في سوق زي ده، وببساطه جدا زي ما بقول لكم الموضوع بقى اسهل كتير عن زمان وارخص كتير عن زمان، الناس اللي بدات قبل كده دفعوا مبالغ اكتر من كده بكتير، والوقت بقى الموضوع اسهل وبفلوس قليله ممكن تبتدي، بس يفضل طبعا ان لازم يكون في فكره كويسه بحيث ان الموضوع المشروع يشتغل، مش تخسر الفلوس وتخسر كل حاجه ولا قدر الله تخرج. الناس اللي بتروح تقيم في اوروبا وبتقعد في اوروبا لفتره من الفترات، ان اغلب الناس بتعيش حياه افضل، يعني فعلا بعد فتره بيكون مثلا معاه عربيه، بيكون عنده بيت، بيبدا الحياه تتحسن بشكل، لكن الفكره ورا كل ده بيكون للاسف مرتبط بالدين، يعني بيكون عليه ديون، كل الحاجات دي العربيه اللي شاريها بالدين، او البيت اللي شاريه بالدين، فاغلب حياته بتفضل على طول بشكل مستمر في ديون وقت ورا التاني. لكن في الصين الوضع مختلف، ان انت ممكن زي ما بقول لكم ان الناس بتقبضه هنا كويس بالنسبه وتناسب بالنسبه مثلا للسوق، هو كويس جدا وبيكون في مجال للتوفير بحيث ان انت تقدر تشتري الاحتياجات الثانيه بتاعتك، خصوصا لما بتقعد فتره هنا وبتحب تستقر مثلا. لكن ما بيوصلش في مشاكل برضو بالنسبه للاجنبي ان هو يشتري عقار هنا او الكلام ده، لكن بالنسبه لاي اصل من الاصول الثانيه زي عربيه زي اي حاجه من الحاجات دي، فانت ممكن بعد فتره ببساطه في شهور ممكن تجيب مثلا عربيه او تجيب الكلام ده كله، الا اذا كنت بقى بتحب الفشخره وعايز تجيب عربيه اكتر بكتير من اللي انت بتقبضه، فده موضوع تاني خالص. لكن بالنسبه للبيوت بصراحه انا ما وصلتش للمكان ده وما اعرفش الدنيا بتمشي ازاي، بس من اللي انا بسمعه ان في ناس كتير بتقابل مشاكل في الموضوع ده، ومش عارف الحقيقه المشاكل دي بتيجي منين. هو شراء البيت نفسه طبعا المبالغ غاليه جدا جدا، انت تشتري مثلا بيت هنا او الكلام ده، فحته ان انت توصل ان انت تشتري بيت في الصين، ولازم تكون في طبعا جنسيه واستقرار وكلام من ده، فعلى ما اعتقد الموضوع مش هيكون مرتبط باللي احنا بموضوعنا النهارده، فخلوني اعرف عن الموضوع الاول، او لما اتجوز بقى ان شاء الله افكر في الموضوع بقول لكم عليه. كان المفروض زي ما بقول لكم الاول كان جزء اساسي من الميزانيه الصينيه كانت دايما بتبقى متوقفه او مترتبه على الضرائب اللي بتدفع سنويا من سنه 57 تقريبا لحد 98 او حاجه زي كده، لكن مع بدايه الالفينات 2004 والكلام ده بدا يبقى فيه سياسات مختلفه لتوسعه السوق ولدعم السوق بشكل كبير
علشان زي ما انتم شفتوا السوق الصيني تطور بشكل كبير ازاي لما الدولة اهتمت جدا ان هم ييسروا فرص العمل للناس. ان كان انا كنت اتكلمت على الموضوع ده قبل كده بالنسبه مثلا الحاجات اللي هي الانوفيتيف او اللي مش موجوده في السوق الصيني. 2016 تقريبا او 2013 كانوا دفعوا مبالغ كبيره جدا علشان الالكتريك كارز، علشان الشركات الامريكيه زي تسلا وغيرها ما يسيطروش بشكل كامل على الالكتريك فيكلز، فاهتموا اهتمام كبير جدا ودفعوا سبسيديز كتيره جدا او اعانات كتيره جدا في الوقت ده علشان ينزلوا سعر العربيه. ولذلك تيجي تشوف العربيات المتصنعه بي واي دي والعربيات الصينيه اللي بتتصنع هنا الكتريك بتكون رخيصه جدا جدا مقارنه بعربيات تسلا وغيرها. ورغم كده ما زال السوق بيشتري تسلا رغم ان هي كانت مثلا من سنتين كانت بتبقى ضعف سعرها في امريكا، وكان الصيني الواحد ده كان تقرير اصلا معمول بيشتري تقريبا عربيتين تسلا. يعني كانت الصيني الواحد رغم ان سعرها ضعف سعرها في امريكا بعد الضرايب والكلام ده. لذلك تسلا جت فتحت في شنغهاي بسبب الموضوع ده اصلا، بسبب مصاريف النقل والضرايب والكلام ده كله. فكانت بتوصل سعر العربيه مثلا اللي سعرها ب 80,000 دولار بتوصل هنا ب 140,000 دولار، والصيني كان بيشتري منها اثنين مش واحد. فكان ده تقرير كبير جدا هاو لوكسري تشاينيز ماركت از، السوق الصيني بقى ازاي فاخر او بقى ازاي بيستهلك المنتجات الفاخره. وما زال طبعا السوق الامريكي والسوق رقم واحد لاستهلاك المواد الفاخره او المنتجات الفاخره يعني في العالم، لكن السوق الصيني بينافسه في مجالات كتيره جدا خصوصا مثلا حاليا في الجولري والسيارات والكلام ده بقى متفوق بشكل كبير، خصوصا زي ما بقول لكم التقرير كان بيقول عربيتين قصاد عربيه. دي معرفتي مثلا باللايف كواليتي او الكواليتي اوف لايف بعد ما بتشتغل هنا في السوق الصيني خصوصا كاجنبي، والمتوسط الدخل هنا زي ما قلت لكم بيكون عامل ازاي قصاد اسعار الحاجات. بالنسبه للناس اللي هتيجي تشتغل مثلا في ستراكشرد كومبانيز كبيره الحجم بيج سكيل بيبقى صعب ان انت تعرف كل البيزنس ماشي ازاي، بيبقى صعب ان انت بس كل واحد منكب على النارو اريا بتاعته او الجزء البسيط اللي بيشتغل عليه، فدايما انت مركز جدا ان انت طبعا تعمل الشغل بتاعك. لكن في الصين مازال النقطه دي مفتوحه نوعا ما، خصوصا لو انت اجنبي، لو انت اجنبي بيتفتح لك المساحه شويه ان انت تعرف اكتر عن البوزيشنز الثانيه. وده طبعا مش في كل الشركات، طبعا بيختلف من شركه للثانيه، لكن غالبا الورك انفايرمنت منفتحه بشكل كبير جدا مش مغلقه زي ما انتوا تكونوا ممكن تكونوا فاكرين او كده. والاحلى واحلى كمان ان الصينيين بيسمعوا الهيوميليتي هنا او الناس دي هامبل قوي في شغلهم، متواضعين جدا في شغلهم. والتواضع زي ما قلت لكم يمكن اللي بتابع فيديوهاتي قبل كده، التواضع في البيزنس معناه ان انت بتسمع وبتتعلم من الصغير والكبير. خلونا نكمل في مكان تاني لان اكيد الصوت هنا اصلا مش حلو، وانا اصلا كنت غلطان ان انا طولت هنا كده. المهم بس كده يا شباب النهارده خلصنا كلامنا عن بيئه العمل الصينيه عامله ازاي والسلبيات والايجابيات للعمل في الصين. فبصراحه انا فرحت جدا بوجودي في مكان زي ده النهارده، بصراحه المكان ده جميل جدا واقتراح جميل جدا جدا. شكرا يا هاجر، ويا رب تكونوا برضو سعدتوا بالمكان هنا وعجبكم الفكره دي، فكره مشروع جميله جدا بصراحه. والمساحه على المساحه اصلا ما شاء الله كبيره جدا، وفي كذا كذا مكان فيرتشوال ستورز انت ممكن تدخلها وبتاع. ان شاء الله يبقى في وقت افضل ان انا اجي استكشف اكتر لان انا جيت متاخر النهارده وهي المفروض اصلا قفلت. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، كان فيديو جميل جدا النهارده، اتمنى يكون جميل وخفيف عليكم يا رب. شكرا جدا جدا على الدعم الكتير وما شاء الله كلامكم الجميل جدا الفيديو اللي فات، بجد انتوا بقيتوا اهلي وناسي وبقيتوا اصحابي وبنشارك مع بعض كل حاجه، بتكلم معاكم بحب ان انا فعلا اضيف لكم زي ما انتوا بتضيفوا لي، واحاول ان انا فعلا اعرفكم المعلومات اللي انتوا فعلا محتاجين تعرفوها، وكمان تقضوا وقت كويس مع الفيديوهات بتاعتي. ويا رب يكون المكان عجبكم النهارده، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير. السلام عليكم. وبما اننا وصلنا لنهايه الفيديو ده فانا اسيبكم بقى واروح ادخل المترو، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام. والراجل ده ما بيتحركش ليه؟ فكره خطيره بصراحه.